وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المستشار سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة. وفي البداية، كيف تصف العلاقات الخليجية الصينية وتوقعاتك لمخرجات القمة الخليجية الصينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي السيدات والسادة المشاهدين. مرحبا. أنا أعتقد أن الخليج اليوم يمر بنقلة جديدة في مستوى علاقاته الدولية، وأنا كمراقب وكباحث وكمتابع أرى أن دول الخليج اليوم هي في حالة يعني تفاهم عالي وتوحد أعلى من أي وقت مضى، وهناك يعني ربما تخطيط للمستقبل مع شريك دولي جديد، شريك دولي بدأت تبرز أهميته الاقتصادية والسياسية، وفي تقديري هناك نمو أيضا بموضوع قوته العسكرية قادما أو مستقبلا ربما، وهذا مما يتعول عليه دول الخليج في المستقبل. دول الخليج لديها كثير من الإشكاليات الأمنية السياسية، دول الجوار، عدم الاستقرار، تغير موازين العلاقات الدولية مع حلفاء آخرين ربما، كل هذه الأمور أنا أعتقد أن أهل الخليج اليوم أو القيادات الخليجية اليوم واعية لهذه النقطة، وهي تجتمع اليوم مع شريك كبير أعتقد أن الجميع يؤسس للمستقبل إن كان على مستوى تجارتي أو الأمن أو السياسة. نعم، من الرياض المستشار سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.